اليوم كان عندنا لقاء مع ممثلين ديال البنك الدولي في الجامعه ديال اكادير، ذكرنا على النموذج ديال جمع النفايات بالنسبه لاكادير. كما تعرفوا احنا هنا التدبير مباشر، ما عندناش تدبير مفوض، وذكرنا على المطرح الجماعي القديم اللي تم اعاده تاهيله والمطرح الجديد اللي كاين في تامن لست. هاد الناس عطيناهم جميع المعطيات، هما في اطار واحد الجوله في جميع المدن ديال المغرب باش تكون عندهم واحد الفكره على كيف تسير هذا القطاع ديال النفايات، تدبير النفايات. وكان لقاء جدي، كان لقاء سميتو منفتح، والناس ديال البنك الدولي كانوا مقتنعين بالتجربه اللي تتخذها مدينه اكادير على الصعيد الوطني، لان هذه تجربه فريده من نوعها وهو التدبير المباشر ديال جمع النفايات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.